رحاب الشوف نشد رحال الحلم إلى تلك القمم المجللة بسحر الربيع وآيات الورد وحكايا خلود الأرز. هنا الأحلام لا تشيخ وهنا القلوب لا تشيب. إلى الشوف ترحل عيوننا بشغف المراكب لعناق المرسى وشوق الأيام لعناق الشمس. في الشوف أميرة نسجت خيوط النور وشاحا للغد، فكانت دار الأزياء في السمقانية منارة الذوق والأناقة والجمال. في مزرعة الشوف في تلك البلدة المتألقة بين قمم الشمس وحكايا الأرز ولدت ديانا عجب خطار، وتربت في بيت جبلي خافق بقيم الأصالة وحب الحياة. من صميم الذوق الراقي ومن موهبة ومثابرة وإصرار تصمم الأزياء، فتختار الأقمشة الفاخرة والمستوردة من عواصم الذوق والأناقة الأوروبية، وترسم الفكرة وتختار الأحجار الأنيقة ويتم تنفيذها تحت إشرافها ولمساتها السحرية المبدعة. تصاميمها المتنوعة نابعة من حسها الفني وأناقة ذوقها المميز، وتقدمها لسيدات المجتمع الراقي ولكل المناسبات، وهي تحرص على أن تكون التصميم منسجما مع شخصية السيد وجسمها وعمرها، وهي تعتبر أن نجاحها في تنفيذ الفستان يشكل بالنسبة لها سعادة لا توصف، فنجاح الفكرة هي أرقى بكثير من الربح المادي. تحرص هذه المصممة المبدعة على إظهار جمال السيدة بطريقة طبيعية راقية بعيدا عن التقليد والتصنع. هذه الأناقة في التصاميم وهذا التميز في الموديلات دليل على خبرة ديانا خطار وذوقها الرفيع. هذا الإبداع الفني يبشر بمستقبل مشرق، ويضع ديانا خطار بين المصممين المميزين، ويجعلها في طليعة المصممين اللبنانيين وفي جهوزية كاملة لإقامة العروضات وتجهيز العارضات وتقديم آخر صيحات الموضة لأهل الفن وسيدات المجتمع. ديانا خطار سيدة الأزياء وعنوان الأناقة للسيدة العصرية في المجتمع وفي العمل وفي كل الميادين.